السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقة مهمة جدا، تخص شريحة كبيرة من المتخرجين، من الأوائل، وكذلك من يطلبون التعيين في دوائر الدولة. علما البعض يتحدث عن العدد الكبير موظفي الدولة، والبعض الآخر يقول بأن هذا من حق كل شاب عراقي أن يتم تعيينه بدوائر الدولة. الطرف الآخر عندما يتحدث عن عدم إمكانية توظيف هذا العدد الكبير هو أن يكون أكو بديل حقيقي لهذا الموضوع. البديل يطرح، يقول خلنا نستثمر المشاريع، تجي شركات وتعمل باتجاه إمكانية توظيف هؤلاء المتخرجين، هؤلاء الكسبة اللي ما عندهم شهادات، أن يتعاملون بالشركات وأن يكونهم تقاعد من خلال نقابة العمال. كل هذه التساؤلات مهمة. المواطن يقول لك أنا من حقي كمواطن عراقي أن يكون لي تقاعد في المستقبل. هذه التساؤلات أجابت عليها الدولة عبر عدة حقب زمنية، وتم تعطيل قانون مهم مجلس الخدمة ولم يفعل. الوزارات بدأت تتعامل ويا هذا الملف بانتقائية، كل من أدى مجموعته في الوزارة أن يعين كيف ما يشاء. الدولة ملزمة أن تطبق القانون. من خلال هذه الدائرة راح تنظم عملية التعيينات، راح يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كل هذه التساؤلات راح تكون اليوم في محضر برنامج بخدمتكم وفي هذه الحلقة. هذه التساؤلات راح يتم إجابة عليها بشكل مباشر من قبل ضيف حلقتنا لهذا اليوم، الأستاذ سعد اللامي، الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي. راح بك أجمل ترحيب أستاذ سعد. ساكم الله بالخير سعد بلقائك دكتور، وتحية لحضرتك ولقناتك المحترمة. تحياتنا لكم ولجهودكم الكبير بصحة. الله يسلمكم أستاذ سعد. يعني أكيد الناس تشوفنا تسأل عن عملكم، شنو عملكم وشنو مهامكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يمكن في كثير من اللقاءات تحدثنا عن أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو كيان دستوري شرعه الدستور وفق المادة 170 تحديدا من الدستور، وبالتالي عطل في فترات كثيرة من الحقب الزمنية الماضية، وفي عام 19 منح الضوء الأخضر لممارسة مهامة لما تحدثت بجنابك قبل قليل في مقدمتك الجميلة، للخلاص من عملية التسييس والتحزب والانتقائية والعشوائية في عمليات التوظيف في مؤسسات الدولة. واحدة هذه من مهام مجلس الخدمة العامة الاتحادي، من المهام المهمة الحقيقة المكلف بها، أنه يتبنى موضوع آليات التوظيف بشكل عادل ومنصف وغير يعني لا يخلو أو يخلو تماما من عملية الضغوطات سواء كانت سياسية أو ما شابه ذلك من المسميات المختلفة. عفوا أستاذ، في أي زمن تم إحياء هذا؟ يعني تحديدا في عام 19 الحقيقة بدأ بممارسة مهام مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وأولى الخطوات عادل عبد المهدي. نعم، وفي أولى الخطوات التي منحت، أولى المهام التي منحت لمجلس الخدمة العامة في ممارسة عمله في آليات التوظيف، هو المباشرة في تنفيذ ما ورد في قانون الأمن الغذائي، قانون الدعم الطارئ، وورد تعيين 74 ألف من حملة الشهادات العليا والأوائل من خريجي الجامعات العراقية حصرا. تولينا هذه المهمة في عام 21-22، وتم توظيف أكثر من 43 ألف من حملة الشهادات العليا والأوائل، وزاد فاض من الرقم تحدثنا عنه قبل قليل 74 ألف، زاد بحدود 31 ألف من هذه الدرجات الوظيفية، اللي ربما الحقيقة الكثير منهم كانوا موظفين في قطاعات الدولة المختلفة طبعا، ولم يرغب في التقديم، أو أن لديه يعني قيد وظيفي يمنع من التوظيف، أو هو يمتلك عمل ما خاص في قطاع ما ولا يرغب بالتوظيف في المجال الحكومي. هذا الرقم الآن إحنا بصدد يعني أن نقوم بتعيين المتبقي من عنده. جميل.
بس عفوا استاذ سعد اقاطعك عفوا استاذ سعد فضل. يعني هذه ال 74 شلون اعتمدتوها؟ هل هي من 2003 الى الان او شلون يعني؟ نعم الحقيقه هذه ال 74000 من عام 2003 ولغايه العام 21 و22 تحديدا الى غايه ايلول من عام 2022 بمعلومات وبيانات تم تزويدنا بها من قبل وزاره التعليم العالي والبحث العلمي استنادا لما تم بتزويدهم من قبل الجامعات والكليات العراقية. وبالتالي قدمت لنا هذه الأرقام على اعتبار أنه هذول حملت شهادات، هؤلاء هم الأوائل على الجامعات والكليات والمعاهد، وذهبنا باتجاه فتح استمارة التوظيف لهم في المرحلة الماضية. ومثل ما قلت لحضرتك توظفوا من عندهم 43,000 بشكل حقيقي على أرض الواقع، وبقى عندنا 31,000 بالإمكان أن يعني نطلق الاستمارة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله تعالى لمن يعني تم يعني تخرجه من الجامعات العراقية أو أنهى دراسته، سواء كان في الدراسات العليا أو البكالوريوس أو حتى من الأوائل من حملت شهادات الدبلوم. جميل. أنا بصراحة أنا تعين بال 2005 كمعيد في كلية من الأوائل وجدت هم اسمي موجود بالقوائم، يعني تلافت هاي القضية. هي واحدة من الإشكالات الحقيقة الكبيرة اللي حدثت في المرحلة الأولى من عملية التوظيف، يعني نتحدث عن ما حدث في العام 22 في العام الماضي، إنه البيانات كانت الحقيقة غير يعني دقيقة جدا. بمعنى إحنا اعتمدنا إنه هذه البيانات اللي وصلتنا من الجامعات والكليات هي بالتأكيد منقحة و واضحة المعالم، شاهدنا بأنه هذه البيانات الحقيقة يشوبها الكثير من عدم الدقة تحديدا. هسه بعضهم متوظفين مثل حضرتك، بعضهم خارج العراق، بعضهم ذهب لإكمال دراسة الدكتوراه، بعضهم من لا يريد التقديم على العمل الوظيفي. المهم الحقيقة هذا في هذه التجربة اللاحقة الآن اللي احنا بصددها تجاوزنا هذه الملاحظات وقمنا بامتلاك الوقت بشكل أفضل للتحقق من مصداقية البيانات ودقتها بالتعاون طبعا مع شركائنا في آليات التوظيف اللي هم في مقدمتهم وزارة المالية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وديوان الرقابة المالية الاتحادي. حتى ساعدنا كثيرا في عملية أن تكون هناك قاعدة بيانات رصينة ودقيقة في ديوان الرقابة المالية الاتحادي لكل العاملين في القطاع العام. طالب الديوان الحقيقة مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة أن يزود الديوان بكل المعلومات الخاصة بالموظفين لكي يتم تأشير القيود الوظيفية لهم ولا يسمح لهم بالتقديم أو التنافس مع العاطلين الحقيقيين الذين يرغبون بالتقديم على استمارة التوظيف القادمة. هذه إن شاء الله تجاوزناها، بالإضافة ما قمنا بإطلاقه مؤخرا من استمارة تأكيد البيانات تحديدا أطلقناها في الشهر الماضي في أيلول. منحنا يعني الفرصة لكل المتقدمين للتوظيف أن يدقق بياناته بشكل واضح ودقيق، يتأكد من اسمه، يتأكد من معلوماته بصدد الشهادة العلمية مالته، سنة التخرج، وبالتالي هذه المعلومات اللي جمعناها ذهبنا بها إلى وزارة التعليم العالي مرة أخرى، قلنا لهم طابقوا هذه المعلومات اللي وصلتنا الآن مع قاعدة معلوماتكم اللي تمتلكوها في جامعاتكم وكلياتكم، وبعد أن تتأكدون بشكل كامل من هذه المعلومات ارسلوها إلى ديوان الرقابة المالية لغرض أيضا المقاطعة الوظيفية، وأيضا احنا قمنا بإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية لغرض إجراء المقاطعة أو التقاطع الوظيفي. أحسنتم أستاذ سعد. أستاذ سعد، هذا راح يحلنا على سؤال آخر، من مهام أعمالكم فقط هذه التعيينات؟ لا، يعني يمكن الصورة شوية معتمة للبعض أنه يصور أنه فقط مجلس الخدمة العامة الاتحادي يقوم بآليات التوظيف أو يعنى بالتوظيف. لا، الحقيقة مجلس الخدمة العامة الاتحادي هناك أكثر من 16 إلى 17، ربما يصل إلى 18 مهمة مكلف بتأديتها. واحدة من المهام الكبيرة في عهدة مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو العناية بإعداد الهياكل الوظيفية ورسم الهياكل الوظيفية للقطاع العام، وإعادة النظر في تأهيل وتدريب ويعني إعداد هذه الهياكل الوظيفية. وأيضا واحدة من مهامنا أن نقوم بتفعيل ما يسمى بمعهد الوظيفة العامة. أنا أتحدث لك
دكتور انه هذا ضمن قانون رقم 4 لعام 2009 دستوري خاص، قانون شرع في مجلس النواب يسمى قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم 4 لعام 2009 تحديدا. لاحظ الفترة الزمنية من عام 2009 شرع قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، لم يتم تفعيل هذا الكيان الدستوري إلا في عام 2019. نعم، بعد 10 سنوات. نعم جيد، بس أنت تفضلت تطرقت على موضوع بأنه إعادة تأهيل أو دورات للموظفين بهيكلة الوزارات الموجودة. ما عاد هي الوزارة هي متبنية وعندها موازنة وتسوي دورات وهي تحدد مكامن الخلل، هنا ما يصير تقاطع بين مجلس الخدمة الاتحادي مع الوزارة؟ لا، هو بالتأكيد احنا عانينا من هذا الموضوع، انه كثير من الوزارات يعني في اعتقادها ان قانونها قانون وزارتها يحتم عليها انه هي تكون صاحبة الصلاحية والسلطة في هذا الصدد. لا، هذا الامر يعني عندما يتم مراجعته وتحدثنا في مقدمتنا قلنا لو تم الذهاب الى المادة 170 من الدستور راح يشاهدون انه مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو المعني بهذا الموضوع، هذه من مهامه وصلاحياته وليست مؤسسات الدولة هي من معنية بهذا الأمر. احنا في مسؤوليتنا انه نتكفل بهذا الموضوع، نعد الموظفي القطاع العام بشكل يؤهلهم لممارسة أعمالهم وتقديم الخدمة العامة، وعدنا وجهة نظر ورؤية متكاملة قدمناها الحقيقة سواء كان إلى السلطة التشريعية وحتى السلطة التنفيذية، ونتحدث ضمن الإطار القانونية. يعني إحنا ما نتجاوز على صلاحيات الوزارات ولا حتى عبرنا هذا الموضوع أبدا، نعمل ضمن الخيمة التي أتيحت لنا ضمن الدستور وضمن قانون ما يسمى قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي. جيد، إذن هنا السلطة التنفيذية متمثلة برئاسة الوزراء يعني ذهب باتجاهكم، يعني تعرف هاي وزارات تكون بمجلس الوزراء معطلة لعملكم الدستوري، شو راح يكون العمل؟ للأمانة يعني وبكل مصداقية دولة السيد رئيس مجلس الوزراء يعني داعم جدا لعمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي. الحكومة الحقيقة برمتها يعني ولا أستثني أحدا داعم جدا لعمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، سيما وأنها شاهدت النجاح الذي تحقق بشكل يثير الإعجاب في المرحلة الأولى كما تحدثنا قبل قليل من توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل. احنا نتحدث عن رقم مهول دكتور، 43 ألف عندما أنت تعينهم في حزمة واحدة في الوقت اللي أنت كيان وليد لا تزال جديد على الجسد الدولة العراقية، مو الكل متفاعل معك، ربما البعض يعتقد أنه أنت سرقت صلاحياته أو امتصيت الكثير من سلطاته. رقم الحقيقة تمكننا وبأدوات بسيطة جدا، احنا إلى الآن دكتور لا نمتلك مكاتب تسع موظفينا، موظفينا الحقيقة حتى مو كلهم قادرين على أن يتمكنوا ممارسة عملهم بشكل مريح وكامل. لدينا كثير من الموظفين المنسبين إلينا من قبل كثير من الوزارات، أيضا نحاول بين فترة والثانية أن نقوم بتجديد يعني تكليفهم لأنهم محتاجيهم خبرات كبيرة. احنا حتى بناية الحقيقة إلى الآن يعني لم تخصص لنا لمجلس الخدمة العامة الاتحادي. في كل هذه الظروف القاهرة احنا نمارس عملنا على يعني بشكل يعني كبير، بشكل يعني الدوائر الحكومية وحتى الدوائر التشريعية تلاحظ عملنا وتراقب عملنا، كل عملنا شفاف، ما عدنا شيء في الخفاء، لا نتعرض لأي مضايقة سياسية أو ما شابه ذلك، نعمل وفقا للقانون. نريد الذهاب إلى إحياء والمساهمة ودعم مشروع بناء دولة المؤسسات بشكل حقيقي وفاعل. هذا يحتاج لبعض الوقت دكتور حتى نتمكن من أن نقف على رجلينا بشكل أكبر. أنا يمكن شوي حقلب لك شوي المواجع. أنت تحدثت عن بعض التحسس هناك بأنه يقول لك أني واجبي أن أوظف، أعتقد أنا رح أشيرها إلى وزارة المالية لأن هي كان دائما تتحدث وزارة المالية أنا مسؤول عن قضية التوظيف ومنح الدرجات الوظيفية. هل هناك تقاطع ما بين مجلس الخدمة ووزارة المالية بهذا الاتجاه؟ سؤال ذكي جدا من حضرتك دكتور. أنا أستشهد بلقاء سابق للسيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الأستاذ محمود التميمي، في واحدة من اللقاءات الماضية أعطى وصفا دقيقا
لما يعني تحدث به، قال العملية مثل الجسد ما يحتاج إلى زراعة عضو ما لكي يمارس هذا الجسد عمله بشكل طبيعي وفعال، تحتاج أنت هذا فترة. الجسد حتى يتقبل صح. هذا العضو الجديد طبعا. اللي تزرعه صح. يحتاج فترة زمنية يتقبله ويبدي يعتبره جزء مهم من الكيان الكامل. احنا بنمر بهكذا الحقيقة، احنا ما عدنا عداء مع الوزارات ولا حتى الوزارات عندهم عداء معنا، بالعكس وفي مقدمتهم وزارة المالية هناك تفاعل كبير، ولكن ربما يعني كان هناك بعض التداخل في العمل، هذا حصل في المرحلة الأولى من عملية التوظيف. الآن احنا تجاوزناه بعد أن تم إصدار الأمر الديواني للجنة الأمر الديواني اللي بأمر دولة السيد رئيس مجلس الوزراء شكلت وبرئاسة كبير مستشاري هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، صادقت على واحدة من التوصيات المهمة أنه عملية استحداث الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي تكون من مسؤولية وزارة المالية، وعملية التوزيع عالية التوزيع درجات الوظيفية تكون من مهامنا. لذلك احنا تلاحظ دكتور في الآونة الأخيرة خاطبنا مؤسسات الدولة المختلفة، قلنا لهم اخوان زودونا باحتياجاتكم الوظيفية حتى نتمكن انه احنا نوظف لكم توزيع. الأدوات التي تساعدكم على النجاح. انت تحتاج الى اختصاصات مختلفة، انا قادر على ان ادعمك بهذا الصدد لو قلت لي تحديدا شنو احتياجاتك. هذه واحدة من مهامنا اللي الان احنا نقوم بها. المرحلة القادمة يعني لن تكون هناك عليها كثير من الملاحظات كما كانت في المرحلة الاولى. اشوفها ايجابية دكتور جدا استاذ سعد جدا، يعني اذا انت توفر لهم بيئة حقيقية نعم. لتسهيل امرهم نعم. وزارات كثير من الوزارات عطلت بسبب القرار المستعجل جدا كان في زمن ما اعرف اي زمن كان باي سنه اللي هو عمليه التقاعد المبكر بسميه مبكر نعم. بصراحه نعم. عندي ملاحظه كبيره ومؤشرات كبيره على هذا الموضوع في عمر الستين والدوله العراقيه منذ الولاده الى وصل هذا العمر تغذي هذا الرجل تعطي من حقوقه كمواطن عراقي يوصل الى مرحله كبيرة من العطاء ويبدأ الآن يبدأ العطاء عمر 60 حولوا إلى التقاعد وهي كارثة كبيرة. إذن بهذا العمر أنت راح توفر لك كل القاعدات كل قاعدة والبيانات انطينيان حتى أوظف لك المكان الصحيح المحتاجة. هنا العمر هم إلى محدودية بالتوظيف. احنا كل الاحترام والتقدير طبعا بالتاكيد انا ادعمك كثيرا في راي حضرتك دكتور بهذه التالنتس هذه المواهب هذول اللي يتمتعون بكثير من الاكسبيرينسز خبرات الكبيره طبعاً. اللي ممكن ان تحتاجهم مؤسسات القطاع العام. هو طبعا هذا تعرف حضرتك والمشاهدين يعرفون في مجلس النواب تم كثير من النقاشات بهذا الصدد وربما يتم تمديد عمر التقاعد او اعاده النظر في قانون التقاعد، ولكن في نفس الوقت احنا نشدد على انه عملية ابعاد هذه الكفاءات في عن القطاع العام يسبب ضرر كبير في الاداء العام في الشكل العام لمؤسسات الدولة. الدولة الان الحكومة الان امامها كثير من المشاريع الاستثمارية القادمة وربما ستحتاج الى كثير من الكفاءات مؤكد وليس ربما بهذا الصدد. هسه احنا ايضا قدمنا مقترحات لكيفية احتضان هذه الكفاءات مرة أخرى في عملية يعني مباشرتهم في المشاريع الاستثمارية القادمة إذا ما أقبلت الدولة على بناء جامعات حكومية جديدة نحتاج إلى اختصاصات ربما جديدة في كثير من الكليات نحتاج إلى كثير من تعاقد المستشفيات نحتاج إلى تفعيل القطاع الخاص بشكل أكبر إعادة إحياء المصانع الانتاجات المختلفة اللي كان العراق قادر على ان حتى يصدرها الى دول مختلفة. هذا احنا ليش نروح نجيب كفاءات من خارج العراق؟ بالامكان ان نحتضن الخبرات هذه اللي احيلت على التقاعد. ولا تنسى دكتور يعني ما اخفيك يعني حدثت فجوة كبيرة حين احالة مثل هذا اللي يتحدث عنه على التقاعد، كان هناك مشكلة كبيرة يعني ولا الان ربما قائمة بهذا الصدد. اقسام علمية توقفت بها. نعم صح. استاذ سعد يعني يمكن اثناء حديثي سالت سؤال ضمني، اكو عمر محدد بالتعيين؟ اي احنا الحقيقه اللي واصل عمره الى سن التقاعد اللي هو 60 سنه الحقيقه نقول نعتذر له بكل
يعني نتحدث بواقعية أنه لا يمكن توظيفك وأنت بلغت سن التقاعد. هذه واحدة من الإشكالات اللي تقف أمام من يتقدم للتوظيف. نصارح الحقيقة، يعني نعتذر جدا عن أنه نوظفه، وهذا قانون ملزمين إحنا بتنفيذ القانون. أكو أحد معين؟ هو بالنتيجة كل المواليد التي وصلت عمرها إلى 60 سنة لا يمكن له أن يتقدم إلى التوظيف. شقد شملتوا لحد الآن؟ قلنا بس 34,000. 31,000 القادمة، المرحلة القادمة. نعم، إحنا مجموع البيانات اللي جمعناها إلى الآن ربما تصل إلى حدود 43,000 من المتقدمين على 31,000. شقد؟ 43,000 من المتقدمين على 31,000. هسه هذا الرقم لا يمكن الجزم به بشكل نهائي، لأن مثل ما تحدثت جنابك قبل قليل، نتوقع أنه كثير من هذه الرقم اللي استلمنا البيانات مالتهم ربما هم يعني عندهم عقود أو حتى إجور، أو حتى هم لا يرغبون بالتوظيف، لديه التزامات أخرى. يعني أنت دكتور قانون الموازنة رقم 13 لعام 23 الثلاثي السنوات الثلاث 23-24-25 ضمن في محتوياته أيضا أن هناك الكثير من المتعاقدين المشمولين بالقرار رقم 315 والأجراء العقود اللي مشمولين بقرار 315 تم تحويلهم للملاك الدائم، تمام، والأجراء تم تحويلهم إلى عقود. نتحدث عن رقم يصل إلى 800,000. 100%. هذولي الدكتور غير مؤشرة بياناتهم في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، يعني ذولي ممكن يأتون الآن للتقديم على استمارة التوظيف اللي راح نطلقها، وهذا ما نخشى أنه يكون تنافس غير مشروع لهذا الرقم. أحيانا عندما نتحدث إلى الجمهور يقولون لماذا تأخرتم، نتحدث بكل وضوح نقول إخوان والله ده نتحدث لمصلحتكم، إحنا ده نحاول نحد من عملية التنافس غير المشروع للكثير ممن يمكن يأتون للتقديم على التوظيف، وهو بالأصل هو إما عقد ويتلقى راتب الآن في مؤسسات القطاع الدولة، أو هو أجر وتحول لعقد. إذن هذه المعلومات يجب أن يتم تدقيقها وتأشيرها في ديوان الرقابة المالية الاتحادي. بالاستمارة ما موجود رابطة؟ هو بالتأكيد نسأله بالاستمارة هل لديك وظيفة ما؟ هو ممكن أنه يجاوب كلا، بس إحنا شو نتحقق من عندها هذه؟ من خلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي اللي أكد لنا أنه عنده تقاطع وظيفي. لو نمتلك هذه المعلومات بشكل كامل فإحنا نقول له لديك تقاطع وظيفي. إحنا نبقى بسؤال التقاطع الوظيفي مثل ما أجابت بشكل مفصل، لكن بقت بيها فقرة واحدة مثلا. ناس قدمت طلع لها تقاطع وظيفي، نعم، شو يسوي؟ هو مستقيل؟ لا لا, لا 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 غير مسموح هذا الحقيقة، يعني أن يذهب للاستقالة ويعود مرة لا أخر. هو مستقيل سابقا، مستقيل سابقا إلا إذا يجيب لنا كتاب يثبت أنه هو مستقيل بفترة ما عن عملية إطلاق استمارة التوظيف. هذا يحتاج إلى، إحنا تدري في مجلس الخدمة العامة الاتحادي من خلال العنوان التايتل الكبير مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بمعنى لدينا مجلس مكون من معالي رئيس المجلس ومن أعضاء المجلس، يتم النظر في هكذا طلبات، يعرض على طاولة جلسات الاجتماعات الدورية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وأيضا الطارئة، نلاحظ الطلبات إذا كانت بها مشروعية وممكن أن نحتاج مثل هكذا كفاءات في قطاع ما، ممكن إعادة النظر في أن نسمح له أو يسمح له في التقديم للتوظيف. ولكن إذا شفنا أنه الأمر الحقيقة لا يسمح أو لا ليس هناك مجال لعملية توظيفه، نصارح الحقيقة نقول لا يمكن ذلك. هاي الطلبات تصير بشكل مباشر للمجلس. إحنا إلى يوميا دكتور بالمناسبة يوميا نتلقى مجموعة كبيرة من طلبات المواطنين، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، قانونية أو غير قانونية. أنا شخصيا أستلمها وأحيلها إلى معالي السيد رئيس المجلس وينظر بها بكل اهتمام ويقرأها بكل اهتمام. أحسنتم جزاكم الله خير. بس فقط المشاهدين الكرام اللي يحب يتصل عنده استفسار، ممكن سؤال ما طرحنا يريد يطرحه ويستعلم عن هذا الموضوع، ممكن يتصل بنا على الأرقام راح تكون أسفل الشاشة. بس أتوقع بأن احنا كل الأسئلة جلسنا أنا وأستاذ سعد وصار حديث طويل بموضوع مجلس الخدمة، وطرحنا كل التساؤلات اللي ممكن عد المواطن في داخله نسألها، ضمنها من ضمن مجموعة أسئلة
ونخلي الاتصالات مفتوحة في أي وقت نستقبل اتصالاتكم مشاهدينا الكرام. ما هي المعوقات اللي تقف أمام إجراء المعاملات أو التقديم؟ هسه كمتقدم للتوظيف هو يعني يجب أن يمتلك شروط معينة، قلنا يجب أن يكون على أقل تقدير، إحنا واضح الشرط اللي ذكر في أكثر من مناسبة، قلنا من يسمح له بالتقديم على المتبقي من 31,000 درجة الوظيفية هو من منح الكود، أي من تخرج لغاية 16/5 من هذا العام 16/5/2023، يعني على سبيل المثال مخلص هو البكالوريوس وأول وأنهى دراسته إما في تاريخ 16/5/2023 أو قبيل هذا التاريخ يسمح له بالتقديم الكفاءات الخارجية اللي مثلا حاصل على شهادة الدكتوراه أو الماجستير بهاي السنوات اللي. إحنا نتحدث فقط عن خريجي الجامعات الحكومية، جامعات الحكومية في العراق فقط، جامعات الأهلية أو الدارسين خارج العراق هذا بحث آخر الحقيقة. الآن نتحدث فقط عن الجامعات الحكومية. هذه واحد من الشروط المهمة، أن يكون يعني منحة للكود لغاية 16/5 من عام 23. ربما السؤال إنه هل ماذا عن خريجي ما بعد 16/5/2023؟ نقول المرحلة القادمة أو ما يسمى بالمرحلة الثالثة سنجمع البيانات مرة أخرى للخريجين الجدد، ونتأمل أنه بعد أن نتلقى الاحتياجات الوظيفية من دوائر الدولة نخاطب بالتأكيد الحكومة العراقية أنه تلقينا هكذا احتياجات وعندنا هكذا بيانات من خريجي الجامعات، ونشوف هل هناك بالإمكان إجراء تخصيصات مالية واستحداد درجات وظيفية لهم لاحتضان، وماذا يتعلق بالقادم. جزاك الله خير أستاذ سعد. أدم محمد من بغداد، السلام عليكم محمد، تفضلوا. ألو، السلام عليكم. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذنا العزيز بكي بس سؤال. علينا الصوت. نعم، ضيفك العزيز تفضل. ألو، تفضل أسمعك. بالنسبة للخطوات اللي اتخذها مجلس الاتحادي بالنسبة للناس اللي كانوا عقود أو أجور يومية وقدموا استقالة، يقول حتى التقاطع وظيفي، هذا الأمر صار تلغين أنتم به سابقا. ما أعرف صوت أحمد المخرج ناسي شوي الصوت. إي والله. ألو. إي عفو، تفضل سعيد. بالنسبة لمجلس الخدمة الاتحادي حول التقاطع الوظيفي، هاي الناس ما حد مبلغها سابقا بأنه ما يجوز إذا يطلع تعيينه هو يقدم استقالة، هو يقدم استقالة ممكن يتعين بأي دائرة بالداخلية بغيرها بالتجارة بالنفط، شو المعنى يعني يقدم استقالة ويتحق؟ هذه يعني مو مخالف للقانون هو، فهاي التعليمات يعني جديدة على الناس، يعني العالمين قال اللي مو ممكن بصعيده معلوم، بس هذا الخبر ما حد سابقا قايل انه ممنوع انتم تتوظفون اذا عندكم استماره او تقديم. اتفقنا على الوجه، اذا ممكن على الوجه بعد بعد اوكي. جيد يعني محمد، اوكي واضحه الفكره. هاي يجاوب عليك استاذ سيف على كل التفاصيل، بس ناخذ شاكر وحتى يصير سؤالين والجواب يكون مستمر معه. تفضل استاذ شاكر. نعم حبيبي عمري، هلا بك، مرحبا. على مود اللي عنده مستمتعات. نعم بابا. اي بلي، شلون ما ادري يحسبون له تقاعد، ما ادري شلون. السؤال غير مفهوم شاكر، عيد السؤال اذا امكن. عيني، تفضل شاكر عيد السؤال. على مود الجيش السابق اللي عنده مستمسكات يراجع المكاتب على مود يحسبون له راتب تقاعدي او لا؟ لا هذا الموضوع مو يمنا شاكر يا حبيبي، هاي على مجلس الخدمة الاتحادي. اعتذر، في حلقات قادمة ان شاء الله اذا صار عندنا موضوع على تقاعد على وزارة الدفاع احنا ان شاء الله بخدمتك. جوابك استاذ محمد. احنا تحدثنا قبل قليل، قلنا العقود والاجراء ضمنوا في قانون الموازنة 315 اللي مشمول ضمن قانون 315 تم تثبيته على ملاك الدائم، اذا اصبح هو موظف في القطاع العام. صح، فبعد شنو اللي يريد؟ يعني هو صار موظف على القطاع العام على ملاك الدائم، اذا هو ما ممكن يقدم على وظيفه اخرى، يتلقى راتب. تمام، يعني مفترض ان يعني يعطي فرصه للاخرين. صح. يعني انا مو من الطبيعي انه انا موظف وعلى ملاك الدائم اصبحت
واروح انافس شخص اخر هو ما عنده وظيفه. مو شنو المشكله استاذ سعد؟ يقول لك 315. نعم. هذا هل هو يمتلك التقاعد حال موظف دولة؟ طبعا هو مو قلنا ضمنته قانون موازنة تم تحويلهم على الملاك الدائم. جيد. والأجراء تم تحويلهم على عقود. بمعنى في الموازنة القادمة أيضا سيتم تحويلهم الأجراء عندما حولهم الآن قانون موازنة إلى عقود، سيتم إضافتهم وين؟ تثبيتهم على الملاك الدائم. إذا العملية دا تجري بسياق تنظيمي وإداري زمني يعني معاد له يعني بهذا الشكل. أنا أقول مثلا، أنطي مثال للأخ السائل، أقول مثلا الآن وزارة التربية فتحت التوظيف للـ50,000 عقد اللي أيضا ضمنته قانون موازنة. الآن مو اللي قدموا لوزارة التربية على العقود الـ50,000 اللي أطلقت من وزارة التربية استمارة من خلالها، وتقدموا الكثير يصل ربما الرقم اللي وصلني بحدود المليون اللي متقدم على هاي الـ50,000. هسا واحد من هذا المتقدمين لهذه العقد ما يعني ما تعاقد مع وزارة التربية ولا راح باشر، صح. يسمح له بالتقديم على الاستمارة طبعا يسمح له، ولكن إذا ذهب لوزارة التربية ووقع العقد ومارس عمله بالتأكيد لا يمكن أن نسمح له. ليش؟ لأن هو قبل ووافق على أن يذهب لممارسة العمل اللي اختاره في هذا الصدد، وبالتالي سيؤشر ضمن قاعدة البيانات في ديوان الرقابة المالية أنه لديه عقد ويمارس عمل ويتلقى راتب. جميل. هذا اللي نتحدث عنه. أحسنتم. يعني ننتظر أيام قليلة حتى تطلق الاستمارة؟ يعني إحنا الآن محتاجين إلى أن تصلنا البيانات كاملة من ديوان الرقابة، من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أنه تم إجراء المقاطعة والتقاطع الوظيفي لكل البيانات اللي تحدثنا عنها قبل قليل 43,000. وبالتالي احنا جاهزين لوجستيا وتنظيميا لاطلاق الاستماره، ما عندنا مشكله، فقط تصلنا البيانات كامله من ديوان الرقابه الماليه انه انتهوا الديوان من عمليه التدقيق، نقوم باطلاق الاستماره وبعد ذلك تبدا عمليه الشروع في عمليه التوظيف بشكل طبيعي. جيد. اكو كثير يعني تسائل النخب يعني وجماعه قناه النخبه. النخبه. نعم. التوأمة. يعني منو عينهم؟ قناة النخبة وقناة التوأمة قناتين مهمين جدا، ذول الدارسين إما على نفقة وزارة التعليم العالي أو ابتعثوا من خلال دوائر الدولة. هذول الحقيقة تعرف التسمية واضحة، النخب والتوأمة، التوأمة مع الجامعات العالمية والرصينة المحترمة في خارج العراق، والنخبة هم يعني المتقدمين أو الدارسين من الذين يمتلكون عقولا، خلينا نسميهم فذة، مواهب، يتمتعون بمواهب علمية كبيرة ممكن احتضانهم في مؤسسات الدولة، وبالتالي ينعشوا لك الكثير من عملك في القطاع الوظيفي. احنا وجهة نظرنا في مجلس الخدمة العامة الاتحادي قدمنا مقترح بإعطائهم الأفضلية والأولوية في التعيين. محتاجة قطاعاتنا في الدولة الاحتضان هكذا كفاءات، والدولة أنفقت عليهم الكثير من الأموال، وهم أيضا كطلاب وقعوا على تعهدات بأن يعودوا للتوظيف في بلدهم، لأنه الدولة أنفقت عليهم جراء دراستهم. قطاعات مهمة يعني يجب أن يتم احتضانها. هم عندهم وقت من ما بعد 2003 لو قبلها؟ لا، هذول مستثنين من كل هذه، لأنه معلوماتهم واضحة، أعدادهم واضحة، بياناتهم واضحة، يعني دارسين ضمن قناتين معلومتين اللي هم النخبة والتوأمة. جد. والكفاءات اللي دارسين على نفقتهم الخاصة؟ يعني اللي دارسين على نفقتهم الخاصة، مثلا أعطيك مثال، أضرب لحضرتك دكتور مثال، قبل يومين كان السيد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي في استضافة في لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة العامة في مجلس النواب، وتحدث السيد رئيس مجلس عن ضرورات احتضان على سبيل المثال الطيارين الدارسين على نفقتهم الخاصة في كثير من الجامعات خارج العراق. احنا نعاني في وزارة النقل، عندها معاناة في عملية توفير طيارين، صح. عراقيين للأسطول الناقل لوزارة النقل، ندفع أجور كبيرة وضخمة لكثير من الطيارين من جنسيات أخرى، صح. فقلنا لماذا لا يتم تعيين هؤلاء الطيارين العراقيين اللي أنفقوا الكثير من الأموال في
في دراستهم، وبالإمكان أيضا ضمن شروط محددة تقدم من قبل سلطة الطيران المدني، ويجرى لهم اختبارات. وإحنا في مجلس الخدمة أيضا راح نقدم كل الخدمات اللازمة بهذا الصدد إداريا وتنظيميا. إحنا نساعد في عملية إعداد هكذا إجراءات اختبارية، وفنيا علميا تكون سلطة الطيران المدني أو ما وزارة النقل بشكل هي مسؤولة كامل، هي تقييم. مسؤولة عن هذا الاختبار. أحسنتم أبو عباس من ميسان، آسفين أخرناكم كثيرا. أبو عباس تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم والضيف الكريم. الله يسلم ويحياكم الله. أستاذ العزيز، بخصوص عندي بنتي. نعم. هي موظفة بالصحة بعنوان مضمن. كملت دراسة تحليلات مرضية، قدمت على التعيين الجديد، طبعا قدمت استقالة شهر الواحد من السنة الحالية يعني. شهر واحد قدمت على التعيينات التحليلات المرضية انقبلت، حاليا بالتقاطع الوظيفي. يعني قالوها الأسماء استبعدوها من التعيين، ظهر عندها تقاطع وظيفي. ظهر عندها تقاطع وظيفي، يعني قدمت استقالة بشهر الواحد. شهر الواحد أستاذ قدمت استقالة. قدمت استقالة هسه، لا حصلت هاي ولا هاي؟ استاذ العزيز اقول لك لا حصلت الوظيفه الاولى ولا هاي؟ لا الوظيفه الاولى ولا هاي، هي طبعا بالاسماء طلعت بالشسمه، لكنه بالمباشره هسه جماعتهم جاي يباشرون استبعدوا. ابو عباس استاذ سعد اكيد عنده جواب الشافي، تفضل. احنا نتحدث عن هذه الفئات ابو عباس، فئات ذوي المهن الطبيه والصحيه المشمولين بقانون رقم 6 لعام 2000 اللي نتلقى بياناتهم من وزاره الصحه سابقا. تعيين مركزي. تعيين مركزي. هسه بالنتيجه المعلومات والبيانات اللي تصلنا والاسماء اللي تصلنا من وزاره الصحه، احنا اصدرنا قرار بتعيينهم، ولكن يبقى الموضوع انه هل لديه تقاطع وظيفي؟ هو هنا المشكله. اذا كانت هي متعينه متوظفه سابقا على وفق هذا القرار، قرار رقم 6 لعام 2000، بمعنى انه هي حصلت على الفرصه الوظيفيه، صح. السؤال لماذا استقالت؟ هذا يجب ان تاتي بكتاب من دائرتها يوضح فيه اسباب الاستقاله، ثم تراجع وزارتها وزاره الصحه هل الأسباب مقنعة؟ هذا يعود لوزارتها الحقيقة وليس مجلس الخدمة العامة الاتحادي. إحنا معنيين بأن كل من يظهر لديه تقاطع وظيفة، كل من منح فرصة وظيفية لا يتمكن من أن ينافس الآخرين اللي يريدون الحصول على فرصة حقيقية للتوظيف. إذن اللي متوظف سابق، أي مواطن، أي مواطن يتوظف ما له حق ان يقدم مره اخرى؟ ما له حق، حتى وان كان مقدم استقاله دكتور. القانون الموازنه واحده من المواد التي وردت في قانون الموازنه انه لا يمكن اعاده النظر مره اخرى في تعيين من سبق وان منحوا فرصه الحصول على الوظيفه، بما يسمى اعاده التعيين. بالامكان الحقيقه ان يراجعون دوائرهم، ودوائرهم هي تقدم مطالعات او تخاطب مجلس الخدمه العامه الاتحادي فيما لو ان هناك مبررات مقنعه لاعادته. هل درجته الوظيفيه لا تزال موجوده في عهده دائرته؟ متعرف حضرتك دكتور، اذا درجت الوظيفية تم اعادتها الى وزاره الماليه 100%. فمعناها حذفت درجة الوظيفية او حذف استحداث يكون. يعني احنا في مجلس الخدمه نعتمد على ما يتم استحداثه ومنحه من قبل وزاره الماليه من درجات وظيفيه. احسنتم، كنت ضيف مليء بالمعلومات. شكرا لحضورك البهي، قدمت لنا معلومات جديده بصراحه احنا الاعلاميين ما ندركها، وهاي من واجبنا ان نظهر للناس طبيعه عملكم، اليه عملكم، واكيد احنا لكم سندا في الاعلام بتقديم ما هو افضل للمواطن العراقي. شكرا لكم جدا. شكرا حبيبي، شكرا لدعمكم، شكرا لثقتكم، شكرا لكل المتابعين. شكرا لك حبيب استاذ سعد اللامن، الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمه العامه الاتحادي. نلتقيكم باذن الله تعالى في ايام قادمه ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وانا معدو مقدم البرنامج حزم الحرب. التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء. شكرا جزيلا.